اليوم جينا على مطعم دندن، فقررت أعلمكم 6 كلمات أندونيسية. جاهز؟ جاهز. يلا بينا. إيش يعني أحبك في الأندونيسي؟ شندا 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 أمك، شندا أبوك، شندا كلك، شندا. الكلمة الثانية اللي حنتعلمها أرسلوها للناس اللي وحشتكم. إيش يعني كلمة وحشتني؟ كاغن كاغن. الكلمة الثالثة، إيش يعني أنا جيعان؟ لابار لابار لابار. تحس دائما لابار، مشكلة كبيرة. إيش ده؟ هذا هندي ما له صلاح. أوكي. الكلمة الرابعة، مع السلامة. سلامة تينجا سلامة تينجا سلامة تينجا. حلوة لغتهم مرة. الكلمة الخامسة حتحبوها، إيش يعني أرقص؟ جوكت جوكت جوكت. ليه ما بجوكت أنت؟ جوكت. أيوة. الكلمة السادسة والأخيرة لليوم اللي هي حماتي، إيش يعني حماتي؟ مرتوة مرتوة. مشكلة مرتوة. دقيقة، إيش يرزق مرتوة؟ مرتوة مرتوة. خليك حماتي أحلى. شكرا المدير. شكرا. يبقى أنا أروح بالي، والله وحشتني. في شريم نيشن شعارهم ديب فروم ذا سي. يعني إيش؟ لا أنا أقول لك، يعني من أعماق الكيس تعيش البحر. الله عليك. أضرب يا ضريب. ومن أعماق الكيس لتحت الصوص معاها رز. الله 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 عليك. وتقول بسم الله. طب حبة بطاطس طبختي حبيب قلبي. نورتينا اليوم، كيف حالك؟ ميرسي ميرسي. أول طبح الدقيق البطاطس الخدمية. أيوه. أوكي؟ شو اسمها؟ خدمية. يا ستريت فرايز. يلا روحي بسم الله. يس يس والله مينز بقوي. بالعافية. أعطينا رأيك، شو ما عجبتك؟ نو ذاكر. طيب والله شو اسمه؟ خدمية. وزي ما انتم شايفين اكثر شيء يتميز فيه فتيله الفلافل، شيك لي على هذا اللوجو بالذات. اوكي اوكي. انه عنده هذا البوكس اسمه بوكس العائله، يجيك 8 حبات، تقدر تختار دجاج او فلافل او ميكس. نحن اخترنا ميكس، يجيك مع بطاطس. فين الفلافل؟ انا مره متحمس على الفلافل. الفلافل وهذا الدجاج. انا دجاج. اوه حار. هلا حنرجع لكم بعد شويه. هاي سحس ايش من كثر ما استنى الصراحه. يا ويل ولا اضرب يا ضريب. تخيل سحس اكثر من 100 فرع حول المملكه. 100 فرع، اكثر من 100 فرع حول المملكه ما شاء الله. يا ويل ولا حط طحينه عليه. حط طحينه. اضرب يا ضريب. واو. تقول الدجاج هذا فراخ لذيذ. نحن الآن يا جماعة متواجدين في فرع شارع قريش، ما شاء الله افتتح قبل 3 أيام ما شاء الله. شيك لي على الدجاج يا أخي. حار كيف أنت؟ أنت كيف أنت؟ أكثر شيء مسطرني بفطيرة الفلافل الأسامي اللي عندهم، عندهم ناكتين كده. هذا شو؟ طيب قوارب قوارب. يجيك 8 قربع قواربان. طيب أنا أول مرة وريتكم الفلافل. شوف الدجاج. واو. واو. لا ابو فلافل. عجبني الدجاج. بدك شيء لذيذ؟ دقيقة أنا متفق. أيوه. برضه أقدر أطلب 8 فلافل أو تطلب 8 دجاج أو 8 ايوه ايوه. قواعد قواعد ولا خطير. هنخش على المنتج الثالث. 4 جايز كده فطور نقنقه دجاج فلافل. يجيك 4 سندويشات كده. ترى المعلوميه هذه الاربعه كلها ب 600 سعره تقريبا 660 يا اختي. مع العصير تضربه طيبه. يا
يا اخي حلوه فكره. واو سخنطوط كده حلو بس ايه لذيذ. هذا البلوطه تهنينه. الله هذا المنتج بطل دجاج فرن. بالتقيت يوم تاكل راح عندهم اربع فروع في جده. اوكي محمديه حمدانيه والسامر والنسيم وهذا الفرع الرابع في قريش. قريش وفرع مكه في العوالي. العوالي وفي الطايف في بر. طب ممكن تبطل تدف وفي الرياض. اضرب يا دري اضرب يا دري بسرعه الفم ما يحرق ما يحرق بسرعه. اضرب ما يحرق. طيب صح. فيها بطاطس وفيها كريمه وفيها ترانا يا جماعه فاهمين انتم ايش تتوقع ترى شفافه ايش تتوقع كل الفروع اطول من حياتك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يزيدكم ويبارك لكم. بس يعني جاي ما شاء الله تبارك الله فطيرة الفلافل. لا تنسوا الاسم. انا سمعت انه في ناس كثير بيقلدوا يعني يعني ريح بالك فطيرة الفلافل وين ما تروح معك اطول من هذا يا سحسي. بستي بستي مش معكرونة فاستي. زي الكسدية. الله 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 رجلي. اوي كل الحظ يد الحظ يد الحظ يد الحظ يد يد الحركة. شوف شوف شوف. ها. لذيذ. ها. نفوز. أخيرا. لا دحين أسكت دحين أسكت دحين أنا بقول لك. كاب باي كاب باي. وخر 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 وخر. أنا متحمس على دي أصلا. يو. هذا الدجاج ما يبغى نخليه رحيم. تعالي 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 استنى 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 سوي اول شيء ايش يا ويلي ولا فوتو جوني الله دوس يا مدوس هذا المنتج ابداع صراحه يجيك هذا اللي قد تذوبه فلافل ايوه يجيك هما نوعين فلافل نوعين جاج اسمه كوب باي بعدين بدك تشوف دوس الدبان راي بقدر ايش رايك انت تفك شركه صور صور ايش نصير نحن نسوي افتتاحات نجيب هذه نسميها شركه حسين الامارات سيبكم من ده شركه حسين الامارات هذا في قريش والله فطيرة فلافل زي ما قلنا لكم ما شاء الله تبارك الله 100 فوق 100 فرع في السعودية فطيرة فلافل في شارع قريش ايش رايك نفتح شركة حسين للإنارات اسمع فوق شركة سوسو للإنارات وروح فيلم معاه تدعمني خلاص ايوه ادعمك والله كل يوم اجي اسوي لك إناراتك فطيرة الفلافل